مثل الدعم الأمريكي للعراق لمواجهة داعش عاملاً حاسماً لهزيمة هذا التنظيم في أواخر عام 2017. ورغم انتهاء دورها القتالي، تواصل الولايات المتحدة دعمها للعراق، إذ خصصت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون 345 مليون دولار من ميزانيتها لعام 2022 لدعم القوات العراقية بالمعدات والتدريب لمنع عودة تنظيم داعش. بموازاة ذلك، يرتبط العراق بصفقات سلاح مع الولايات المتحدة بأكثر من 16 مليار دولار، وتتضمن تزويده بمقاتلات F-16 ومروحيات وبرامج لتدريب الطيارين، بالإضافة إلى ذخائر ومعدات ودعم لوجستي. وزارة الدفاع الأمريكية تحرص على دعم قوات الأمن العراقية في المجال الاستخباراتي من خلال توفير المعلومات مع تقديم التدريب والمشورة لضمان عدم عودة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش. ومنذ عام 2014 دأبت القوات الأمريكية على تدريب آلاف العناصر من القوات العراقية التي قادت المعارك ضد داعش بدعم من التحالف الدولي، وحققت نجاحات كبيرة. هذا وجهزت البنتاغون نظيرتها العراقية بمركبات مصفحة وأسلحة خفيفة وذخائر ومعدات الحماية بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار منذ عام 2014. كما قدمت الولايات المتحدة منحا عسكرية للعراق تضمنت أكثر من 300 مركبة مصفحة وكاسحات ألغام وعربات مدرعة ومدافع أسهمت جميعها بشكل مباشر في دحر داعش.